حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. وفاء عامر. موهبة نقف أمامها كثيراً، فهي تمتلك موهبة تمثيلية كبيرة، بل استطاعت أن تنضج فنياً على حد تعبير النقاط لها بطريقة سريعة ومميزة، فهي تخطو خطوات سريعة دون الرجوع إلى الخلف، فلذلك نجد اسمها ضمن أعمال ناجحة ومتميزة حصلت على أعلى نسب المشاهدة. مسيرتها الفنية تحمل العديد من المحطات الفنية الهامة والمتنوعة، استطاعت أن توظف موهبتها الفنية بطريقة مثالية إلى حد ما، برغم أن بدايتها لم تكن موفقة، حيث اشتركت في أفلام المقاولات، ووصفت حينها أنها فنانة إغراء، إلا أنها بعد ذلك أثبتت موهبتها الفنية بعيداً عن أي لغط حدث. اليوم، ومن خلال التقرير التالي، سنتحدث عن الفنانة وفاء عامر، وسنتطرق إلى أهم تصريحاتها الفنية، فتابعونا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجابا للفيديو. اسمها بالكامل هو وفاء أحمد محمد عبد الغفار عامر. ولدت في 25 مايو من عام 1968 بمحافظة الأسكندرية. درست في جامعة القاهرة، حيث تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة العربية، وخلال دراستها اشتركت بمسرح الجامعة، ومن خلاله أبرزت شغفها وحبها للفن. وبعد تخرجها اتجهت إلى المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت منه، وظلت تقدم أدوارا على خشبة المسرح حتى أتت لها الفرصة لتقدم أولى أعمالها في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل الزوج آخر من يعلم، وهو الدور الذي كتب شهادة ميلاد الفنانة وفاء عامر، لتقدم مجموعة من الأعمال الثانوية المتنوعة ما بين التلفزيوني والسينمائي، منها السرايا، بنات زينب، بصمات الوهم، الشجعان. وظلت تنتقل ما بين الأدوار الصامتة والأدوار الثانوية حتى لفتت إليها الأنظار وقدمت أعمالا بمساحات أكبر وحققت الانتشار والنجاح الذي تتمناه. قدمت أدوارا مختلفة، منها السيدة المغلوبة على أمرها والفتاة اللعوب والأم البسيطة وكذلك السيدة التي تضع المكائد، ومن ضمن هذه الأعمال الواد محروس بتاع الوزير، حكايتي، ابن حلال، الطوفان، الليلة الكبيرة، نسر الصعيد، كاريوكا، شطرنج، الدالي، ابن الأرندلي، حين ميسرة، رحلة مشبوهة، التحويلة، ديسكو ديسكو، شط اسكندرية، أنا وهؤلاء، ملح الأرض، فارس بلا جواد، كف القمر، جبل الحلال، أرض أرض. ولأن دراستها كانت فنون مسرحية، فاستطاعت أن تقدم أيضا مجموعة من العروض المسرحية، منها جواز على ورق طلاق، حلو وكذاب، الواد ويكا بتاع أمريكا، ونشنت يا ناصح. خلال مسيرتها الفنية قدمت مجموعة من أفلام المقاولات كما ذكرنا في بداية التقرير، وعندما سئلت عن تلك النوعية صرحت أنها لم تندم على تقديمها أفلام مقاولات، حيث كانت تصرف على نفسها في ذلك الوقت وكان لديها مسؤوليات كثيرة، كما لم تندم على تقديم الإغراء لكنها لا يمكن أن تقدمه الآن. كما صرحت أيضا في نفس الحوار التلفزيوني أنها سنوات فكرت في الاعتزال وارتداء الحجاب، وحينها قال لها زوجها إنها إذا فكرت في الخروج من الوسط فلن تتمكن من العودة إليه مجددا، وإذا ارتدت الحجاب فلن تخلعه، وهو ما جعلها تفكر جيدا حتى باتت تؤمن بأن الحجاب هو ألا تؤذي شخصا، ولكنها عادت عن تفكيرها وقررت أنها إن لم تحصل على دور مناسب لها فستفكر في الاعتزال في هذه الحالة. نالت الفنانة وفاء عامر شهادة تقدير من وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، وشهد التقدير من المركز الكاثوليكي للسينما المصرية عن مجمل أعمالها، بالإضافة إلى جائزة عن فيلم التحويلة. جدير بالذكر أنها شقيقة الفنانة أيتن عامر والتي تكبرها ب18 عاما، حتى أنها كانت تناديها بماما، الأمر الذي أغضب وفاء كثيرا لأنها بذلك تؤكد الشائعات التي قالت إن أيتن ابنتها وليست شقيقتها الصغرى. وتقول أيتن إن وفاء اختطفتها وهي في عامها الرابع من الأسكندرية للعيش معها في القاهرة دون علم أبويها.
من التصريحات الغريبة للفنانة وفاء عامر أنها قالت أن النجوم الجدد عليهم الالتزام بالمواعيد واحترام الكبير وعدم التعالي على أحد والإخلاص في الدور المؤدى، وأن الفن هو الحياة ويعلمنا الحب ويعلمنا حب ربنا، وليس فقط القرآن الكريم من يعلمنا حب ربنا، وهو ما خلق موجة عارمة من الغضب بتلك التصريحات التي لم تكن موفقة. أما عن حياتها الشخصية فهي متزوجة من الفنان محمد فوزي ولديها ولد يدعى عمر، وكان زواج الفنانة سريا حيث صرحت بأنها تزوجت في فترة الحداد على شقيقتها هالة ووالدها حيث أنهما توفيا في نفس الشهر، وكانت قد حددت زفافها مع المنتج محمد فوزي، وكانت وقتها حزينة بشدة، فكان فوزي يشعر بمعاناتها فقرر الزواج دون أن يعلن الأمر، وهو ما جعل الزواج سريا لفترة. عزيزي المشاهد، وبعد استماعك لتقرير اليوم، ما أكثر التصريحات أو المعلومات غرابة في هذا التقرير؟ إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات، واضغط زر الإعجاب، واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.